قال نائب وزير الخارجية السابق خالد الجار الله أنه استجاب للمرسوم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي ينص على إنهاء مهام أو مهام من هم على درجة وزير ومن قضوا مدة 4 سنوات فما فوق في 31 من يناير الماضي، وبناء عليه تقدم باستقالته. وأكد الجار الله أنه سيبقى جنديا في خدمة الكويت في أي موقع وفي أي زمان ومكان، وأضاف أنه سلم قيادة الخارجية وهو مطمئن أن من سيقود الوزارة طاقة معطاءة متمثلة في وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر ومع دبلوماسيين أكفاء.